لما خرج يعني واحد بس محروق من جوه. بص انا عايز اقوله بس لما خرج واحد محروق وكلنا شفناه راجل كبير عنده اكتر من 60 سنه, شوفوا انا عاملين فيه ايه. والله العظيم هتحاسبوا قدام ربنا سبحانه وتعالى على اللي انتم بتعملوه ده. كل من يدافع عن قاتل ايده هتبقى ملوثه بالدم بتاعه, حتى لو بيدافع بايه, لان قدامك راجل كبير مسكين وحبه عيال وهو متعور هو ملعينه ومشيله. طيب يا راجل اختشوا, حرام عليكم. هدي اعصابك يا استاذ محمد, هدي اعصابك. اصل بيطلعوا المقتول هو القاتل. يا استاذ محمد يا اللي بترموا الناس من فوق يا استاذ محمد, هل من الاسلام انت عارف ان رمى الناس من اعلى العمارات يا استاذ محمد؟ يا استاذ هل من الاسلام ان تقتلوا الشباب الابرياء؟ عايز يطلع تقتلوا شباب مصر يا استاذ محمد؟ طيب اتقوا الله سيحاسبكم الله. هدي حرام يا استاذ محمد, يا لا تروعوا شباب مصر. انت راجل مثقف, قتلتوا شباب مصر يا استاذ محمد. في واحد بيرموا الناس من الاسكندريه من اعلى العمارات ولحيه يا شباب من اعلى العمارات يا استاذ محمد. يا استاذ محمد, استاذ محمد والله لا يا استاذ محمد, من اجل استاذ علي تفضل. تقفون امام الله يحاسبكم. انتوا عارفين ربنا, حرام عليك والله. بترموا الشباب من اعلى العمارات. حرام عليك والله العظيم, حرام عليك. لما حسبنا الله ونعم الوكيل يا سيدي. حسبنا الله ونعم الوكيل اللي انت بتقول عليه من الاخوان. تروعوا امن مصر وسلامتها وشعبها. حسبنا الله ونعم الوكيل. كل حته بتقولها عشان تبين الحق. اللي انت بتقول عليه ده خطل من فوق, ده واحد طلع حاطط لحيه وحاطط لي علم اسود في جبل ورا. قالوا الان امام القضاء العادي واصلا بيصور من غير لحيه. تم اعتقاله سيدي, والنيابه طلعته قالت لك مش من الاخوان اللي هو